فاقرا الخبر. البدايه كالعاده بتكون من عند نهارك زملكاوي، والفوز طبعا اللي حققه الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك على فريق المصريه للاتصالات بنتيجه 2-0. طبعا ده كان في المباراه الوديه اللي اقيمت امبارح يوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء. طبعا اللي سجل هدفي الزمالك كان محمد حمدي، سجله في الدقيقه، سجل الهدف الاول في الدقيقه ال 12 من عمر الشوط الثاني. كمان يوسف اسامه نبيه سجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 من الشوط الثاني برضو. شهدت المباراة مشاركة عدد كبير الحقيقة من لاعبي الفريق الأول، كمان كان في عدد كبير من فريق الأمل، والحقيقة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا كان حريص على تجربة أكتر عدد أو أكبر عدد ممكن من اللعيبة في أوقات مختلفة من اللقاء. طبعا ده كان تمهيدا للاستعانة بالعناصر المميزة منهم في الفترة المقبلة. كمان طبعا الزمالك خاض أودية الاتصالات من 3 أشواط زي ما قلنا لكم امبارح، وده كان بالاتفاق بين الفريقين لتحقيق أكبر استفادة من مشاركة أكبر طبعا عدد من اللعيبة. هو ده اللي اتحقق بالفعل بعد ما لعب الزمالك المباراة بأكثر من تشكيل على مدار الأشواط الثلاثة. طيب امبارح للاسف حازم امام اتعرض، طبعا الظهير الايمن للفريق لاعبنا حازم امام اتعرض لشد عضلي خفيف اثناء مباراه الزمالك والمصريه للاتصالات، المباراه الوديه اللي اقيمت امبارح بمقر النادي. طبعا الجهاز الفني للفريق بقياده مستر فيريرا فضل خروج حازم امام خوفا من تفاقم الاصابه، وكمان وقتها حل يوسف اسامه نبيه بديلا لحازم امام طبعا، واللي سجل الهدف الثاني. حازم امام بيخضع حاليا لفحوصات طبيه وبيخضع لاشعه النهارده على موضع الاصابه طبعا للاطمئنان عليه وتحديد البرنامج التاهيلي والعلاجي الموضوع ليه خلال الوقت اللي جاي لتجهيزه للمشاركه خلال الفتره القادمه. ان شاء الله تكون اصابه بسيطه ويقوم منها سريعا.